وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا بعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أينما كنتم على قناة التناصح والقنوات والإذاعات المسموعة التي تربط معنا في هذا اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام المعروفة والتي ستخرج اتباعا، وهي 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. وكذلك يمكنكم المتابعة على صفحة اليوتيوب في ببثها المباشر، ومع صفحة مع دار الإفتاء وكذلك دار الإفتاء الليبية، والمشاركة عبر هاتف الفايبر الذي سيخرج تباعا أسفل الشاشة. يقول السائل هنا: هل يجوز لي أن أذهب، أو السائلة تقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى بيت أختي المتزوجة مع أبي وأنا منفصلة عن زوجي دون طلاق، على علما أني أنا وأبنائي في بيت أهلي وفي حكم أبي؟ المرأة ما دامت غير مطلقة، لم يطلقها زوجها، فإنها ينبغي عليها ألا تخرج إلا بإذنه، وينبغي عليها، والذي فهمناه من السؤال أنه أن المدة طويلة، ينبغي عليها ألا تبقى هذه المدة بهذه الكفية معلقة، لأن الله عز وجل قال: فلا تذروها كالمعلقة. فالمرأة تبقى معلقة، لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج، لا تذهب على حال سبيلها، لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا، ولعل الله عز وجل يكرمها بزوج ومن واسع فضله، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ولا هي زوجة تستمتع وتستقر وتهنأ في بيت زوجتها، في بيت زوجها. فالبقاء بقاء المرأة في بيت أهلها مدة طويلة من الزمن، ولا يتحرك الزوج لا بالصلح ولا بالمراضات ولا بالطلاق المفارقة، فهذا ظلم للمرأة وللحياة الزوجية، وظلم يقع فيه المعترض على إما الإصلاح أو التفرق بالمعروف. فمع ذلك، لو حصل هذا الأمر، فإن كان الظلم من الزوج وهو المصر على عدم الطلاق والمصر على عدم الرجوع إلى الصلح وعدم الخضوع إلى الخير، وهي بقيت مدة طويلة في بيت أهلها، فالظاهر خروجها مع ولي، مع زوجها، مع أبيها مغتفر لا بأس به. أما إن كانت هي المصرة وهي الممتنعة وهي التي لا تريد التصالح ولا تريد الرجوع ولا تريد الطلاق، وهي التي تسعى إلى هذا الوضع، وضع المعلقة، فلا يجوز لها أن تخرج من غير إذن زوجها، لأنها لا زالت زوجة وفي عصمة زوجها. كذلك السائلة خديجة سعيدة أو كذا تقول: هل يجوز القضاء صلاة أو قضاء صلاة من الصلوات قبل وقته؟ هل يجوز قضاء صلاة من الصلوات قبل وقته؟ سؤال غير واضح عندي، هكذا مكتوب، ما المقصود هل يجوز قضاء صلاة من الصلوات قبل وقته؟ على كل حال، إن كانت تقصد الصلوات التي فاتتها قديمة وتريد أن تقضيها، مثلا تريد أن تقضي ظهرا قبل دخول وقت الظهر التي في الزمن التي هي فيه، فهذا نعم يجوز لها ذلك. وكما ذكرنا في عديد اللقاءات أن القضاء واجب على المؤمن وعلى المؤمنة، من فاتته أيام أو شهور أو صلوات، صلاة واحدة أو أكثر، يجب عليه أن يجتهد في قضائها،
وهذا هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، وخاصة في المذهب المالكي فإنهم يوجبون القضاء، ولا يسقط أو لا تسقط هذه الفريضة التي أضاعها الإنسان، لا تسقط بمجرد التوبة أو بإكثار النوافل، وإنما هي تبقى في ذمته ويجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات. وعلماؤنا قالوا قضاء يوم واحد في كل يوم يعد ذلك من التقصير، لأنك أنت الله عز وجل يطالبك بهذه الصلوات، يطالبك بهذه الديون التي عليك من الصلوات، فمن تاب ولا زال عنه المانع الذي كان يمنعه من الصلوات فإنه يجب عليه أن يبادر بالتوبة والقضاء، ويجب عليه الجد في القضاء والتوبة، وعجلت إليك ربي لترضى، فيجب عليه أن يعجل لرضا الله عز وجل، وكذلك أن يكون جادا في قضاء ما عليه، لأن الإنسان لا يدري متى يموت وفي ذمته هذه الصلوات التي كتبها الله عليه وينبغي عليه أن يبادر بقضائها وأن يجد في قضائها. فالجد عند علمائنا في قضاء الصلوات قالوا أن يقضي في اليوم يومين مما فاته على الأقل، وإن زاد ثلاثة أيام أو أربعة أو أكثر لا بأس بذلك، فهذا يكون من الحرص على قضاء الصلوات. فللإنسان له أن يقضي مثلا في كل صلاة من الصلوات التي يصليها الآن أن يقضي بعدها أو قبلها أن يقضي يوما كاملا، فيقول مثلا يبدأ في صلاة الصبح، يصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء قبل صلاة الظهر اليوم مثلا أو بعد صلاة الظهر اليوم، ثم العصر كذلك يصلي عصره الذي هو فيه الوقت الذي هو فيه، ثم يقضي صبحا وظهرا عصرا ومغربا وعشاء وهكذا. فلما يقضي يومين أو ثلاثة أو أكثر يكون يعني قد أبرأ ذمته وتعجل بالتوبة إلى الله عز وجل وكان جادا في توبته. معنا متصل؟ نعم، الأخ أيمن من ترهون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أول شيء من 2011 لحتى هو باللعب بالدين في الفتاوى واللعب بالدين، في مشايخ يطلعوا يقولوا الجهاد من الجهاد، في اللي يقتلوا المسلمين الليبيين ولا السوريين وهم وأبنائهم. معنا أيمن ولا انقطع الخط، ما نسمعش فيه هراء. ألو أيمن. أنا معك 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 معك. نعم تفضل. قلت لك الذي صدق، قلت لك في مشايخ دير لعب بالدين 2011 لصالح أغراض وجندات خارجية. إيه يقول لك، يطلعوا مشايخ يقول لك الجهاد ما الجهاد في بلدان المسلمين وما يقولوش في البلدان الكفار. نعم سؤالك. حلات وابناهم هم وابناهم يمشوا لبلدان الكفار يدهوروا فيهم، يصرفوا في فلوس عليهم من يربوا بالدين، فتاوي لصالح الاحزاب والاخوان والجماعات المقاتله الارهابيه ودواعش. نعم سؤالك. غمات هذا السؤال انه يلعبوا بالدين، في ناس تطلع تلعب بالدين فتاوي لصالح اجندات خارجيه. ما فيش شيخ طلع قالوا جاهدوا في كفار امريكا واسرائيل. حاضر تسمع الجواب يا خيمه. الأخ محمد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم محمد من طرابلس. ثم السائل الآخر في الأسئلة المكتوبة التي جاءت يقول هل تجوز صلاة قضاء أو قضاء، أو لعله نفس السائل هو كاتب باسمه خريجة سعيدة أو لعله خديجة سعيدة الله أعلم، لكن هو هكذا كاتب الاسم. فنفس السؤال الأول الذي سأل عن قضاء يقول هل تجوز صلاة قضاء الصبح قبل الفجر، أن يقضي الصبح قبل الفجر، إن كان يقصد
بقضاء الصبح قبل الفجر، يعني بعد طلوع الشمس، يعني بعد انقضاء الوقت الأداء للفريضة، فهذا جائز، كل من الأمرين جائز. مشهور المذهب عندنا في المالكية أنه يقدم صلاة الصبح أولا ثم يصلي ركعتي الفجر، بعد ما يعني الإنسان استيقظ فوجد الشمس قد طلعت فاتته صلاة الصبح وصلاة الفجر، فإنه يصلي الصبح أولا ثم يصلي الفجر. ومالك عليه رحمة الله علل ذلك بأن الصبح فريضة والفجر سنة، فإذا كان الإنسان استيقظ بعد طلوع الشمس فإنه يعجل بقضاء الفريضة، لأنه قد يموت وهو في أداء النافلة وفي ذمته فريضة، فرأى رحمه الله أن يقدم الإنسان الفريضة أولا، فإذا مات سقطت عنه النافلة لا بأس بذلك. ولكن الرواية الأخرى في المذهب في غير المشهور، والرواية الأخرى كذلك معتمدة، أنه يقضي يصلي الصبح الفجر رغيبة الفجر ثم يصلي فريضة الصبح، يعني بالترتيب الذي هو معهود في وقتها، يعني بعد أن طلعت الشمس قام وتوضأ فصلى، يصلي ركعتي الفجر ثم يصلي الصبح، وكل من القولين معتبر عندنا في المذهب ولا بأس بذلك، فأيما فعل الإنسان لا حرج عليه إن شاء الله. الأخ عبد الله من مصراتة. السلام عليكم الشيخ، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. ربي يبارك في جميع علماء ليبيا إن شاء الله يا رب. الله يحفظك ويبارك فيك. سلمك يا شيخ، بارك الله فيك. بالله الفترة الماضية لما طلعت الأوراق النقدية هذه فئة 50 و20 اللي مطبوعة في روسيا، تسمع فيه يا شيخ؟ نعم. دار الإفتاء الليبية بارك الله فيكم طلعت بيان على أساس أن العملة هذه غير جائز تداول بها، يعني محرمة. بس الفترة هذه قعدت أمر واقع يا شيخ ضروري التعامل بها، يعني الناس واجدة يعني صبحت عندها الفلوس هذه والتعامل بها. هل دار الإفتاء أجازت التعامل بها أم لم تجيز التعامل بها؟ حاضر، تسمع الجواب يا أخ. شكرا بارك الله فيك. عليكم. الأخ محمد من طرابلس. الأخ محمد من طرابلس معنا متصل آخر. السلام عليكم. الأخ محمد من طرابلس، نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يعينكم إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ محمد، تفضل. المتصل الأول شكله ما سمعش لما القذافي قال إن أمني زوالي يهدد أمن إسرائيل، الباين هيك. وبارك الله فيكم وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخ محمد. نعم. الأخ محمود من الزاوية. الأخ محمود من الزاوية. ألو شيخ. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. بارك الله فيك يا شيخ. ما أخونا جايبين. الأخ معنا متصل آخر. انقطع الاتصال مع الأخ محمود. اسمع ماشي. فهذا بالنسبة ثم ورد كذلك من الأسئلة ما يتعلق بدعم الحكومة الآن الشباب بقيمة مالية من أجل النكاح ومن أجل الزواج ومن أجل العفة. كثير من الناس انتقدوا هذا القرار وهذا الدعم. أولا، من قام بهذا الفعل لا يقوم به إنسان عادي، وإنما هو من فعل العظماء، من فعل الناس المخلصين لوطنهم ودينهم، وأنا لا أزكي شخصا بعينه. مش تجوني بعد أيام يصفر بنا الأستاذ الآن دبيبة مثلا بعد أيام، لا نحن لا نعلم الغيب، تقول والله كنت تزكي فيه وما شهدنا إلا بما علمنا. الآن شهدنا على فعله وعلى عمله، الرجل يقول ويعمل، والرجل وعد الشباب بهذه الإعانات وهذه الحقوق من بيت مال المسلمين من بيت الدولة الليبية، والرجل ما كان سارقا وما كان مخلفا وعده، فوعد وما سرق وأعطى الشباب وبدأ بالفعل في إعطائهم. فأقول هذا الفعل من فعل الكرام، هذا لا يفعله يعني أي أحد من الناس وأي أحد من المسؤولين، هذه تحتاج إلى أمانة عظيمة ومسؤولية ووطنية، يعني لها مكانتها لها وزنتها في التاريخ.
بل لها يعني هذه الأعمال لها مكانتها ولها وزنتها فيما في المحيط في قارة أفريقيا بأسرها وآسيا والمحيط الذي يحيط بالدولة الليبية، أن يدعم الشباب بدلا من كان الذين من قبله كانوا يدعمون الشباب للجز بهم في الحروب وفي الموت، وبل يا ليتهم أعطوهم أموالا من أجل الحروب حتى يتمتع بهم قبل ولا أعطيهم لأمه ولا أبوه قبل لا يموت، يقولوا له لو مت تأخذ 100,000. ففي تلك الأوامر وتلك التوقيعات وتلك القرارات التي خرجت ما نبح علينا الكلاب الذين ينبحون الآن ويعترضون على هذه القرار التي هي من أجل من شأنها أن تصلح وضع الشباب وأن تصلح اقتصاد البلد وأن تساهم في الاستقرار وأن تذهب شبح الحرب وأن تبارك وتعف الشباب والشابات. فهذا الفعل ابتداء من فعل الكرماء ومن فعل أهل الدين ومن فعل أهل الوطن، وهو يندر وجوده منذ القدم، ما سمعنا بهذه الإجراءات إلا قليلا جدا، بل كأنه يعود بنا إلى زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حينما زوج الشباب وحينما أغدق بالنعم من مال الدولة على شبابها وعلى غير شبابها. فهذا فعل عظيم يحمد عليه الإنسان. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى في حاجة أخيه سعى الله في حاجته. وقال عليه الصلاة والسلام: من ستر مؤمنا ستره الله جل في علاه. يعني المؤمن، لأن زواج الشباب والشابات هذا من أعظم الستر، من أعظم الستر الذي يمن الله عز وجل به على الشباب كي لا يقعوا في المعاصي وفي الانحراف وفي الانجرافات المحرمة، فهذا من أعظم الستر. نعم، معنا متصل الأخت سعاد من طرابلس. نعم. واحد برد وفطر في رضاه 5 أيام شهرين. إيش فعل؟ ماذا فعل؟ فطرت وفرزت وفطرت في رضاه 5 أيام. إيه؟ تفتي عليه ولا غير تعود؟ هو قاعد حي هذا اللي فطر ولا توفي؟ لا حي. وقادر الآن على الصوم؟ يفدي ولا بس الصيام هذا بيصير صعب، لكن صعب هو اليومات، لكن الفدية يفدي ولا؟ رمضان الماضي ولا رمضان اللي قبله؟ هو لا، هذا يقضي فقط ولا يفدي. إن كان قادر على القضاء فإنه يقضي فقط. لا، هو قضاه لكن قال بالك فيه فدية. لا لا، لا فدية عليه، القضاء يلزمه القضاء فقط. ليش رقمك سؤال ثاني؟ نعم تفضل. أعطيني رقمك بس صديق سؤال. تواصلي مع المخرج لعله يفيدك بهذا الأمر إن شاء الله. كلمة أقول له يعطيه اللي جاي. نعم، خليك معهم على الخط إن شاء الله يفيدك بهذا الأمر. معنا سالم من الزاوية. سالم، الأخ سالم من الزاوية. الأخ سالم، الأخ محمد من طرابلس. محمد من طرابلس. والنقطة الثانية التي أحببت أن أتكلم عليها بخصوص دعم الشباب على الزواج، الذي يعترض على هذا الأمر هو يعترض على فضيلة حتى الإسلام عليها وشرعها الله عز وجل، فقال: الذي خلق الذكر والأنثى، الله عز وجل وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: تناكحوا تناسلوا فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة، وحرم الله عز وجل الفاحشة وحرم المقت الذي كان في الجاهلية وحرم الزنا وأباح النكاح، ولام الله عز وجل على من أكره الفتيات على التحصن، قال الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فذم الله عز وجل كل من منع ووقف في طريق النكاح وفي طريق زوجين مقدمين على النكاح، بل الشارع الحكيم ينزع الولاية من الأب إن اعترض على نكاح ابنته، ويسمى عاضل في الشريعة الإسلامية، نسميه عاضل.
يعني ولذلك من يعني ثبت عنه يرد الزوج الكفؤ إذا جاءه يعني رجل كفؤ خلقا ودينا وهيئة وأخلاقا وفيه المواصفات التي هي المطلوبة فرده من غير سبب قال العلماء ولو كان مرة واحدة يرد ما يعد عاضلا لأنها عاضل لبنتها منحها من حق من حقوقها لأنه تقدم إليها شاب يخاف الله وميسور وملي ولا يوجد ما يعيبه فهو رده هكذا فهذا يعد عاضلا واختلف العلماء في عدد العضل يعني في عدد المرات التي إذا رد بها الولي أو الأب الأزواج عن ابنته كم يعني بعضهم قال ولو كان مرة واحدة والبعض قال يعني أكثر من ذلك فالشاهد في الكلام الذي يرد النكاح في إذا توفرت الصفات الحميدة والدينية والحسنة والأخلاق والأمور الاجتماعية فيعد عاضلا والعضل في الشريعة حرام هذا يعني في كل المذاهب الإسلامية حرمت الشريعة العضلة وجعلته من المحرم نعم الأخ عليم بن غازي مرحبا يا شيخ أهلا وسهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ مثلا تولي تفضل يا أخ علي لا أيوة الإمام في حالة ركوع الإمام إيه وسبح خمس تسبيحات بعد اسمع حركة مصلين قادمين مثلا هل ينتظرهم ولا يرفع من ركوع هذا السؤال الأول نعم السؤال الثاني الجامع فيه زيتون ماذا هل يتحق مثلا لقط منه الزيتون هذا في المسجد الزيتون هذا ملك خاص ولا وقف للمسجد للمسجد وقف للمسجد ومن مسؤول عليه القيم مسؤول عليه وال الإمام مثل عليه الإمام إذا كانوا جعل قيم هذا سؤالك بس يا أخ علي في سؤال هذا في سؤال آخر يا شيخ نعم تو مثلا واحد جاء المسجد يقرأ في القرآن وكل مرة خاص واحد مثلا يقول له السلام عليكم يخط واحد آخر يقول السلام عليكم ما قرأ القرآن هل يرد عليه ولا يستمر في قراءة القرآن ولا كل واحد يخط يقول له السلام عليكم هذا سؤالك نعم حاضر بارك الله فيك وإياكم معنا محمد من مصر السلام عليكم خير وعليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ بالله السؤال الأول الدجال الأعور السؤال الثاني معنا متصل آخر فقلنا العضل في الشريعة الشريعة حرمت العضل فكل من وقف ضد هذا المشروع المبارك يعد عاضلا ويدخل في عموم هذا التحريم الذي حرمته الشريعة ثم أحب أن أنبه على مسألة وهي تقع كثيرا للشباب وخاصة الآن المقبلين منهم على العقود الآن يعني تعجل الناس بالعقود الشباب يعني هو كان في مرحلة عزوبة ثم عقد على امرأته على امرأة فأصبحت زوجته لكنه لم يدخل بها بعد عقد عليها قرأ عليها باللغة العامية احنا نقول الفاتحة ولم يدخل بها فكثير من الشباب يقعون في الحنت يحلف لصاحبه يقول علي اليمين أن تقف هنا وأن تأتي بهذا الأمر وأن تفعل هذا الأمر أو علي الطلاق أن تفعل كذا أو عليه الطلاق أن يقول كذا فيقع الشاب في الحنت يحنثه المقابل له يحنثه يحنت فما حكم هذه المسألة وهذه الظاهرة فشت عندنا كثيرا وينبغي أن يتنبه لها المأذونون وطلبة العلم فالطلاق قبل الدخول طلاق بائن الطلاق قبل الدخول من قرأ الفاتحة بلغتنا العامية قلنا أو عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم حصل منه طلاق فطلاقه طلاق بائن ما معنى بائن؟ لا تربطه أي صلة بهذه الزوجة فطلاقه بائن يحتاج حتى يرد هذه الزوجة إلى فاتحة جديدة يحتاج إلى عقد جديد يحتاج إلى مهر جديد يحتاج إلى إذن وليها مرة أخرى يحتاج إلى شهود أن يشهد الناس فعقد جديد كامل بجميع شروطه لأن الطلاق قبل الدخول طلاق قبل الدخول فيه لا عدة فيه
فلكن لو إنسان دخل بامرأة ثم طلقها هذه عليها عدة لأنه دخل بها، والطلاق المرأة بعد الدخول طلاقها بعد الدخول يسمى طلاقا رجعيا، لأنه كأنه عقد بالمرأة هذه عقد بسيط اللي هو قراءة العقد والفاتحة، ثم لما دخل بها انبرم هذا العقد واشتد، قال الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لكن العقد بس هذا قبل الدخول، إذا حصل فيه طلاق تنفصل المرأة على الزوج، يسموه بائن، بانت منه. أما إذا دخل بها فإذا طلقها تنفصل عقدة وتبقى عقدة، فنسميه طلاق رجعي. العقدة هذه إلى متى تبقى؟ تنفصل عقدة وتبقى عقدة. العقدة هذه إلى متى تبقى؟ إلى انقضاء العدة. فإذا انقضت العدة ولم يرجع زوجته، لم يرجع زوجته هذا الزوج، تنفصل منه الزوج، تقعد طلقة بائنة. وإذا رجعها في فترة العدة، في فترة عدتها، ترجع زوجة مرة أخرى. فإذا الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه، وفيه نصف المهر، المهر يتشطر، المهر يتشطر. لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليس عليها عدة. وما يتعلق بالمهر فقال إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فإذا الطلاق قبل الدخول فيه نصف المهر ولا عدة فيه، والطلاق هذا يعد طلاقا بائنا يحتاج إلى عقد جديد. فتنبهوا يا شباب، كل من أقدم ومن قد يعني تقدم وقرأ الفاتحة وعقد عقدا لا يتلاعب بألفاظ الطلاق ولا يتلاعب بألفاظ اليمين، وبعدها يتحشم من بوه والله، من أمه والله، من سباته ومن بو زوجته والله أم زوجته، ويسكت ما يبيش يتكلم، يقول لهم ديروا لي أي فتلوكة، ويمشي للجماعة اللي قالوا له أعطي 18 والله شكارة رز كفارة ورد زوجتك. وما سمعنا بهذا في من سبقنا من أقوال أهل العلم، أن الذي يطلق امرأته طلاقا قبل الدخول أنه يردها بكفارة بشوال رز، ما سمعنا بهذا. الذي أعلمه من المذاهب الإسلامية الأربعة المشهورة أن الطلاق قبل الدخول طلاق بائن بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره من أهل العلم. فالطلاق قبل الدخول طلاق بائن، فتنبهوا يا شباب إلى هذا الأمر، بارك الله فيكم. معنا متصل؟ حاضر حاضر. يقول السائل الأخت سعاد قالت عليها قضاء، هل عليها فدية؟ نقول لها لا داعي للفدية، ما دام عليك 5 أيام أو 10 أيام أو أي يوم من أيام رمضان، ولم يدخل عليها رمضان الذي يليه، ما دخلش عليها رمضان الثاني، فإنه تقضي ما عليك من الأيام ولا فدية عليك، مجرد قضاء فقط. نخرج إلى فاصل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا بعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا هذا كتاب ربنا وهذه الآيات آيات محكمات آيات محكمات هذا كتاب ربنا نصرنا المبين وذا معين حكمة ما مثله معين وهذه الآيات آيات محكمات آيات محكمات
تحتهم النفحات يرقون بالآيات آيات محكمات آيات محكمات. لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا بعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا متصل الأخ علي من الخمس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخ علي. محمد هذا اللي تكلم توا نزل في الشيخ الدكتور الصادق الغريان ينزل في باب التعدى اتصلتهم ثلاث مرات. اتصل باسم محمد من وتصل باسم محمود من الزاوية هذا ديما نستنى فيه ان ينزل في دار الافتاء الدكتور ان شاء الله ربنا يهديه. ان شاء الله ربنا يهديه. بارك الله فيك اخي. تصلت ثلاث مرات. بارك الله فيك اخي علي. ان شاء الله ربنا يهديه. وربنا يهدينا ويهديهم جميعا وربنا يعني يبصرهم بالحق ويردهم الى اتباع الحق وان يبصرهم في دينهم ودنياهم. نعم. الاخ محمد بن مصرات. محمد بن مصرات. السلام عليكم استاذ فتاح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نسال الله لك التوفيق ومزيدا من الفتح والتوفيق باذن الله. تفضلوا. بارك الله فيك. الشيخ عبد الفتاح نفرت اثناء الوضوء. الشيخ عبد الفتاح. نعم نسمع فيك تفضل. اثناء الوضوء لو الانسان بدا في اركان الوضوء و مثلا لو قلنا احنا بعد ما مسح براسي غلط امر معين مثلا كقام باخفاض قوه الحنفيه او أبعد شيئا من أمامه وكذا، هل يحصل هنا انقطاع في الفور واجب من واجبات الوضوء؟ يعني بعد مسح راسه فعل ماذا؟ مثلا بعد مسح راسه أو بعد مثلا ما غسل يديه ولا كذا، المهم أثناء هو فرائض الوضوء خرج منها بسائل معين مثلا كأسي منظور إحنا مثلا خاصة بقوة الصنبور أو مثلا حاجة معينة أزعجتها أبقى وكذا، هل حصل انقطاع و ثم واصل وضوءه يعني بالضبط يعني ما احنا اخذنا من واجبات الوضوء الفور. حاضر. وحاجه ثانيه عبد الفتاح نحن قلنا نزع السيد في حرمه او كراهه ما اعرفش بالضبط من بين ايش هو؟ نزع السيد من الجسم نزع الثوب السيد شعر السيد ايه في بعض السيدات يا شيخ عبد الفتاح مثلا ماده تلقاها في الانف مثلا او في الشارب من فوق تحت الانف تعطي منظر يعني مزعج كانها مثلا عفاك الله مخاف ماده في الانف مثلا فلا ادري ما حطوا النزح او حاضر شكرا يا شيخ وإياكم ان شاء الله. من؟ الاخ جمعه من الزاويه. جمعه من الزاويه. ثم الاخ عبد الله من مصراتة يسأل عن حكم الأموال المطبوعة في روسيا وقد سبق أن بيّنت الدار حرمة التعامل بهذه الأموال وكذلك بيّن الآن يقول هو انتشرت هذه الأموال وأصبح الناس يتعاملون بها الذي أعلمه أن هذه الأموال لا زالت هي مزورة ولا زالت هي غير معتبرة إلا إذا اعتمدها المصرف المركزي والذي يظهر أنه لا يجوز التعامل بها ولا يحل أخذها ولا التعامل بها وهذه مما سببت كسرا للعملة الليبية ومما سببت يعني انخفاضا في قيمة الأموال وهي قد طبعت بحسابات مزورة يعني شاغرة وغير دون تغطية مالية معتبرة شرعا وقانونا فلا يحل التعامل بها والله أعلم. الأخ كذلك
علي من بنغازي يقول: هل ينتظر الإمام إذا كان راكعا في صلاته، هل ينتظر إذا سمع أحدا يكاد أن يدخل المسجد كي لا تفوته الركعة؟ نص على هذا العلماء بين الكراهة والجواز، ولا أعلم أحدا قال بالتحريم فيما أعلم، والله أعلم. الذي يعرفه بعضهم أجازه، خاصة إن كانت الركعة الأخيرة، يعني يفوت الإنسان عليه تفوت عليه الفريض فضل الجماعة، فلا بأس للإمام أن يطيل فيها قليلا كي يدرك من سمعه داخل المسجد، كي يدرك فضل الصلاة. وإن كان بعض العلماء يعني روي عن الشافعي أن الذي يأتي إلى الصلاة ولو لم يدرك الركعة الأخيرة يدرك فضلها، فضل الجماعة، يدركها ولو بالتشهد الأخير، لكن الذي عليه المذهب أن الصلاة تدرك بركعة كاملة. فلا بأس بالإمام أن ينتظر إذا سمع أحدا أن ينتظره قليلا بحيث لا يشق على المصلي الانتظار، هذا بحيث لا يخرجه عن الانتظار المألوف والمعروف في الصلاة، ولا يشق عن من كان خلفه من الناس كبار في السن، ولعل فيهم أحد يعني يشكي من وجع في ظهره أو في ركبتيه أو شخص مسن لا يستطيع يعني الانحناء كثيرا. فإن علم الإمام عدم وجود أصحاب الحاجة والضعفاء وكانت الركعة الأخيرة فله أن ينتظر، لا بأس بذلك، والله أعلم. ويقول: بالمسجد زيتونة يقوم بجني ثمارها، إن كان يعني لها ناظر، هذه الزيتونة لما أوقفت على المسجد إن كان لها ناظر يعني شخص مسؤول عنها هو الذي يقوم برعايتها وبسقيها وتقليمها وبإصلاحها وبجني ثمارها وبعصر الثمار وبأخذ أجرته على ذلك إن كانت له أجرة أو إن كان متطوعا من عند نفسه، فلا يحل لك أن تتعدى على هذه الشجرة ما دام الناظر موجود، إلا إذا أهملها الناظر يعني سيبها نحن نقوله، بحيث يعني أصبح الحب يضيع ويفسد، ففي هذه الحالة لك أن تستأذن منه وأن تقوم برعايتها وبجني ثمارها إما تطوعا منك أو تشترط أجرة كأجرة السوق، يعني الأجرة المعروفة في السوق في جني الثمار. يقول: هل يرد السلام من كان يقرأ القرآن على من يدخل عليه؟ نعم، يرد عليه السلام لا بأس بذلك. فإذا دخل الإنسان إلى المسجد وسلم على الجالسين وكان من بينهم، إن كان هو منفردا يقرأ القرآن لوحده فإنه يرد السلام، لأن أصبح الرد في حقه واجب. وأما إن كان معه آخرون في المسجد ففي هذه الحالة السلام يسقط بفعل البعض، فإذا رد بعض الجالسين السلام وأنت كنت في خشوع أو في قراءة أو في تسلسل التلاوة فلا حرج عليك إن لم ترد السلام ما دام رد به رد بعض الحاضرين السلام. كذلك معنا الأخ، معنا متصل؟ نعم، أما الأخ أيمن الذي ابتدأ يعني انقطع اتصال بيني وبين المخرج لعله إذا كان هو يعني يسمعني، أما إذا كان سؤال الأخ أيمن هذا الذي يقول مشايخ ينادون بالجهاد من 2011 ولا أدري ما الذي يقصده بهذا الأمر، يصطادوا في الماء العكر، هو لا جاهد مع المشايخ الذين ينادون بالجهاد من عام 2011 ولا جاهد مع جماعة اللي هم استغاثوا بالجنجويل وبغيرهم، لا جاهد مع هذا لا مع هذا وراء، ولكنه هكذا يريد أن يشوش على الحاضرين وأن يفسد على الناس ما يستمعون وما يستفيد، لعلهم يستفيدون ما يعني من بعض الأسئلة. نعم نعم، معنا متصل من ترهونة. السلام عليكم. الأخ مختار من ترهونة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ، الله يبارك فيك، فضله. لو سمحت يا شيخ أنا نبي رقم الخاص، عندي سؤال نبي نتصل بيك شخصيا. معليش يعطيك المخرج السؤال ان شاء الله للهاتف. يرحم والديك يا شيخ. معنا متصل اخر. معنا متصل اخر. محمد. انا ما سمعتش فيك، يعني معنا محمد.
ايوه السلام عليكم مغات. ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخ محمد. يا شيخ بالله عندي سؤال على الزواج، هالعقود اللي صارت في هالفتره هذه، فاني نسال على بعد العقد، هل يعقد على مراه ولم يدخل عليها هل ينفق عليها النفقه ام لا؟ نعم. النفقه هل ينفق عليها ام لا؟ سؤال الاول. سؤال الثاني، أنا نسأل عن الختمات، يعني في العزاوات يوم الثالث في العزاء ختمة القرآن، ناس تستمع لغرض الختمة، ويوم السابع كذلك، والأربعين بعد الأربعين من الوفاة المتوفى، وكذلك بعد العد 4 أشهر و10 أيام، هل فيه منا يجوز أم لا؟ ما حكم ذلك؟ بارك يعني الله فيك. كيف طريقة يفعلوا فيها يا أخ محمد؟ نعم. كيف الختمات هذه شنو يديروا فيها؟ قلت لك يوم الثالث في العزاء، فهمت الاعداد، عرفت الايام، لكن كيف يعني شنو ما الذي يفعلونه؟ يجتمع الناس في اليوم الثالث بعد صلاه العصر، يجتمع الناس ويفتحوا مصحف 2 أو 3 مع بعض ويوزعوهم على الناس ويقروهم. اي ايوه، ويختموا ختمه ويتصدقوا صدقه ويروحوا في اليوم السابع دون كذلك بعد دون المغرب. أجرة ودون أكل دون أجرة، دون أجرة إلا فيها صدقة بس. حاضر، تسمع الجواب. أيوة. نعم. أم الفقيد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم يا شيخ، ينفع بيكم إن شاء الله، ينفع الله وإياكم جميعا، تفضلوا. بالنسبة لي على العمولة اللي ياخذوا فيها في تصريف الدولار، ولما تمشي المصرف يعطيك سعر معين مقابل الدولار، هذه في البطاقة الجديدة، ولما تسحب حتى لما تسحب تسحب الدولار، أنت مجبر أن تسحبها من الماكينة وياخذ منك عملة، المفروض يعني المصرف يقدم لك نقد مقابل النقد اللي قدمته في الدولار هذا. كأن البلاد تبزت في شعبها في ناسها. شنو هي البداية؟ السؤال أول ما سمعتش كويس، إيش هو؟ لما يصرفوا في الدولار، مش ياخذوا المصرف يعطيك رقم معين مقابل الدولار، وبعدين لما ينزل لك القيمة اللي شريتها أنت من المصرف، مضطر أنك تمشي تسحبها من الماكينة وياخذوا عليها حتى مرة ثانية في نسبة زي عمولة. فشنو حكمه؟ مش المفروض هو أن المصرف لما أنت تعطيه المبلغ، المصرف صب لك قيمة، يعني أنت تعاقدتي مع المصرف مثلا عليه 2000 دولار. إيه، ولما صب لك 2000 دولار المصرف، صح المركزي ولا لا؟ لكن لما تمشي تسحبها من الماكينة ما يعطوهالكش 2000 دولار، يسحبوا منها مرة ثانية، يعني أنت مجبر. الماكينة هذه وين الماكينة هذه؟ لما ما يعطيكش المصرف أنت ال 2000 دولار فيدك، يقول لك لازم يفعلها لك بعدين في أماكن معينة تسحب منها. إيه، هذه المشكلة هي اللي هي تعاني منها ليبيا ومصارف ليبيا، يعني لو هم يعطون الدولارات في يدهم الليبيين لكان هذا فعلا عظيما وانجازا مباركا، يعني سد الباب على كثير من الشبهات لما بعد ما تمشي تاخذ 2000 دولار. لكن هو الذي الذي فهمناه من المركزي قديما، واللجنه تواصلت مع لجان المركزي، انه يتعذر عليهم اعطاء الدولارات من ليبيا مباشره ليد الليبي، هذا الذي قالوه والعهده عليهم، قالوا لان احنا الدول سكرت علينا اللي متحكمه في امور البلاد وكذا، وقالوا انتم الدولارات يعني ممنوعين، وخاصه لما زمان الارهابيين والدواعش في سرت سطوا على المصرف، فقالوا معاش بو يعطوهم القيمه هنا في ليبيا، فاضطروا انهم يعطوه لهم عن طريق بعض الدول المجاوره وياخذون في نسبه على هذا النقل. لكن المشكله موجوده، الدولار الان في ليبيا تمشي تاخذها من ليبيا الدولار، ولكن ياخذوا عليك ياخذوا منك نسبه، يعني بدل 2000 دولار يعطوهم لك اقل. حاضر، اذا كانوا الامر زي ما قلتي انت يعني موجود في المصرف، لعل يعني الاخوه في المصرف المركزي والمهتمين بهذا الامر والحكومه الان الموجوده تهتم بكثير من القضايا على الفور، يعني بعجاله اليوم برقم، يعني حتى الرقم مش ثابت، العموله كل يوم برقم، يعني يوم ياخذ منك 4.5، يوم مش عارف. فهمت عليك، فهمت عليك يا ام. يا ريت توجهونا، حرام عليهم يسمسروا في البلاد. حاضر يعني حاضر ان شاء الله، واضح واضح سؤالك. معنا حد اخر. الاخ محمد من غات يسال، يقول من عقد على امراه هل تجب عليه النفقه؟ تجب عليه النفقة بالعقد إن كانت الأمور متعارف عليها بين الناس، إن كان في العرف يعني بعد العقد أن المرأة تبقى مثلا أشهر معدودة قليلة ولا ينفق عليها الزوج فلا بأس بذلك، في الحالة هذه لا تجب عليه النفقة. إن تعارف الناس بعد العقد
أن المرأة أو الزوجة لا زالت في بيت زوجها، والثلاثة أشهر والأربعة أشهر في الغالب هكذا بعد العقد يعني لا ينفق عليها الزوج، فلا تجب عليه النفقة بمعنى الوجوب نقول، لا إن تطوع بها من نفسه أو يعني هو قام بها. وأما إن كان العقد يطول يبقى بالسنتين وكذا، في الحالة دي تجب عليه النفقة. وأما إذا دعته المرأة للدخول أو ولي المرأة دعاه للدخول، يعني بعد ما قرأوا الفاتحة فوت أسبوع أو اثنين وبعدين ولي الزوجة أو الزوجة قالت له يا ولد أنت قرأت الفاتحة ما تخليني معلقة تعال روح بي، فإذا دعته المرأة للدخول تجب عليه النفقة ويجب عليه الدخول، الاثنين يجب عليه الدخول، وإن امتنع عن الدخول لأي مانع آخر تجب عليه النفقة. إن امتنع عن الدخول لأي ظرف آخر يعني تحجج بأي حجج لكن تجب عليه النفقة في هذه الحالة. فإذا لا تجب النفقة إن تعارف الناس على أنه لا نفقة في الأيام اليسيرة أو في الأشهر القليلة، وتجب إن دعته المرأة بالدخول ولو لم يدخل بها لأي عذر من الأعذار فإنها تجب عليه النفقة بهذا العقد. والأخت أم الفقيد تقول هذه المعاملة لعل الأخوة في المصرف المركزي والمسؤولون عن الدولارات إن كانوا يعلمون هذا الأمر يبينوا هذا الأمر ويوضحوه للناس، إن كانت يعني متيسر الآن إعطاؤهم الدولارات بأيديهم هنا فهذا الواجب عليهم، وإن لم يكن متيسرا ولا زال يكون بطاقة والسفر وكذا فنسأل الله عز وجل أن يرفع هذا العناء على أهل ليبيا وعلى أن يأخذوا حقوقهم وأن يتنعموا بخيراتهم وأن تتيسر عليهم الخدمات. وكما قلنا في الأول الأمر نشكر أهل من لا يشكر الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أراه لم يشكرش الناس على فعل المعروف أراه خذ قاعدة هو لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فنشكر الحكومة على ما قامت وعلى ما بذلت ونسأل الله أن يوفقها وأن تصدق في موعودها وأن تبارك هذه الأعمال وأن يعني تسعى وأن ترفع الإصر على كل الليبيين وأن تأخذ بأيدي المرضى الذين يعانون وأن تأخذ بأيدي الكبار السن وأن تيسر لهم الأمور وأن تأخذ بيد العالقين وأن تلطف بالمهجرين وتنظر في أحوالهم والذين انقطعت بهم السبل في غير البلاد يحتاجون إلى جوازات أن يعجلوا لهم باستخراج جوازاتهم، كلهم يعني إخوة وكلهم ليبيين، فعليهم أن يهتموا بأمر المسلمين ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام، ومن يعني اهتم بأمرهم وكان في حاجة أخيه كان الله في حاجته يوم القيامة ويوم الكرب. فنسأل الله لي ولكم حفظه وهدايته وتوفيقه. هذا ما يسر الله عز وجل التعليق به، إن صواب فمن الله وإن خطأ أو فيه قصور أو سهو فمن نفسي ومن تقصير ومن الشيطان وأنا منه براء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرابعنا ربيعا وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم وكافأهم بما وهبوا قصورا.